ننتقل طلبتنا الأعزاء إلى أسئلة الكتاب. السؤال الأول: نضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. جاءت ما في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بقول لي شرطية، طبعا خطأ، لأنه هنا ليست شرطية، هي موصولة، يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. ب: إعراب من في قول الشاعر: من الذي أفضى لسيف في الضلوع وسلة، اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. نعم صحيح، الإجابة صحيحة. جيم: من تستخدم للعاقل وما لغير العاقل، برضو صحيح، إجابة صحيحة. 2: نستخرج ما ومن مما يأتي ونبين نوعها. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. عندي فعل الشرط تفعلوا، وجواب الشرط يعلمه، وإحنا عارفين أنه ما شرطية جازمة، يعني هنا تفعلوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمية حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، إذن ما هنا شرطية. نضيف على السؤال، هو قال لي نستخرج ما ومن ونبين نوعه، استخرجنا ما تفعلوا، استخرجنا ما، نوعها قلنا شرطية. طب إعرابها: تفعلوا ما، تفعلوا ما، ما هنا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني لو غطينا ما غطي معي ما أشوف، يلا تفعلوا ما، تفعلوا فعل فاعل وما مفعول به، لو شلنا ما وحطينا الخيرة تفعلوا الخيرة، بسكونش إعراب الخيرة مفعول به، إذن ما إعرابها مفعول به. ب: النص أوسع والقراءة حرة، فمن استبد وضيق القرآن. من استبد، إذن عندي إيش؟ سؤال استفهام، إذن هنا ما من استفهامية، من، إذن الجزء الأول من الإجابة عرفت النوع، استخرجتها هي من، عرفت نوعها أنها استفهامية، من استفهامية. بدنا نضيف من عنا الإعراب، من استبد وضيق القرآن، لو غطينا من، لو غطينا من وقلنا استبد من، استبد من، استبد أحمد، استبد محمد، استبد محمود، دلت على الفاعل، إذا دلت على الفاعل بتكون إعرابها مبتدأ، بتكون إعرابها مبتدأ. إذن من هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ومن لا، جيم: ومن لا يحب، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، بدنا نستخرجها، من شرطية، من شرطية جازمة، جزمت فعل الشرط يحب وجواب الشرط يعش، جزمت لي فعل الشرط الفعل المضارع يحب وجواب الشرط يعش، ومن هنا شرطية، من شرطية. نأتي لإعراب من في مفعول به في الجملة، ومن لا يحب صعودة، صعودة هي المفعول به، صعودة مفعول به، إذن من مش راح تكون مفعول به، راح تكون مبتدأ، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طب نغطي من لا يحب، لو بدنا نقول لا يحب من، أو نقول يحب من مثلا، هي مجزومة عارفين، بتدل من على الفاعل، إذن من هنا مبتدأ. نروح على السؤال الثاني: نستخدم الأدوات النحوية الآتية في جمل مفيدة. ما موصولة، ما بده ما موصولة حطها بجملة، يا جماعة فيش أسهل من هيك، ما موصولة جيبها بمعنى الذي، ها مثال اكتب معي، يلا: ارفع ما على الأرض من طعام، ارفع ما على الأرض من طعام. كمان مثال: أحضرت لك ما طلبته مني، أحضرت لك ما طلبته مني، ما هنا بمعنى الذي. طيب ب شرطية، من شرطية، من بدي اياها شرطية، ما دام من شرطية بدي اجيب فعل شرط وجواب شرط، من يدرس ينجح، من يزرع يحصد، تمام. من استفهامية، يعني بدي اياها سؤال، سؤال: من حرر القدس من الصليبيين؟ جاوبني من، الجواب صلاح الدين، تمام. طيب من مكتشف الدورة الدموية؟ إذن بدها جواب، إذن من هنا استفهامي. إذن من السهل طلاب الأعزاء أن نضع من وما في جمل
موصولة واستفهامية وشرطية، ويعني نستخدمها استخداما صحيحا. السؤال الرابع، نعرب ما تحته خط فيما يأتي. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وردت ما مرتين في الآية الكريمة، وفي كلا المرتين نجد أن ما شرطية، نهى أتاكم خذوا، نهاكم انتهوا، فعل الشرط وجواب الشرط. وأيضا هنا طبعا ما نعرب ما إعرابا تاما. آتاكم الرسول ما، غط ما، غطيها، ها غطيها معي، يلا غطيت. آتاكم الرسول ما، الرسول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ما شيل ما عشانها مبهمة وحط مكانها اسم صريح. آتاكم الرسول السنة، آتاكم الرسول القرآن، تمام. إذن السنة القرآن شو إعرابها بده يكون؟ مفعول به، مفعول به. إذن هنا ما اسم شرط، اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. ليش ما قلت أول؟ ليش ما قلت مفعول به وبس؟ لأنه ركز معي، وما آتاكم الرسول فخذوا. كم في كلمة آتاكم، آتاكم كم، هذه كم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، تمام. كم يعني بنقول آتى الرسول، آتانا يعني آتى، هاي فعل، والكم هذه إحنا مفعول به أول، الرسول فاعل، ما لو القرآن أو السنة أو أي شيء فيه خير، تمام. إذن ما كمان مرة بنعيدها، شرطية وإعرابها اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، إذ أن المفعول به الأول هي الضمير المتصل في الفعل كم، اللي هو كم آتاكم، آتاكم وما آتاكم. ب، قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نعرب ما، هذا ما، هذا ما، هذا اسم إشارة، ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذا ما هنا شو إعرابها بتكون؟ تكون إعرابها خبر. طيب شو نوعها؟ نوعها موصولة، هذا الذي. إذا ما هنا، هذا ما وعد الرحمن، ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر للمبتدأ هذا أو الذا، يعني اسم الإشارة. نروح على جيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. للوهلة الأولى يظن الطلاب، يظن الطلبة أن من هنا شرطية، يظنون أن من، لا هنا ليست شرطية طلبتنا الأعزاء، هنا من موصولة في كلا الحالتين، إذ أن هنا ارحموا طلب، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن هنا ارحموا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، يرحمكم فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه واقع في جواب الطلب، واقع في جواب الطلب وليس شرط. يعني إذن هنا من يا جماعة؟ من موصولة وليست شرطية. كمان مرة بنقول من موصولة وليست شرطية، لأنه ارحموا فعل أمر وطلب، ويرحمكم واقع في جواب الطلب. إذن من هنا موصولة في كلا الحالتين. الإعراب، ارحموا من، واو الجماعة في ارحموا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ارحموا من، ارحموا الطيور، ارحموا النباتات، إذن مفعول به. إذن من هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طب يرحمكم من، يرحمكم الذي، يرحمكم شيل من، يرحمكم الله الذي في السماء، يرحمكم الله، يرحمكم من، إذن فاعل، إذن إيش فاعل. إذن من الثانية اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. أعتقد أنك نسيت تشترك في القناة، اشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.